فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مازلنا مواصلين نحكيوا على الموضوع الساعة، ظهر لي القضية باش تخلي برشا نقاط حبر وراها. بعد ما سمعنا مراد القديه حنات باسم شهيبة، نحبوا نسمعوا وجهة نظر تحكيمية حول اللي صار البارح معنا في المباشر، الحكم كريم الخميري. كريم أهلا بك. أهلا بك، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. شنو الأمور خويا لاباس؟ ولله الحمد، الحمد لله. باهي كريم، كيفاش شفت اللقطة البارح أثرت برشا جدل نتاع مقابلة الشهيبة والسيابة؟ والله أخزر لي، أنا حبيت نتدخل معك باش نفسر حاجة مهمة، معناها مهمة ياسر، هو المعطى نتاع الاحتراز الفني. الاحتراز الفني راهو يختلف على بقية الاحترازات. الاحتراز الفني هو صحيح كلمة احتراز، ولكن يوقع على قسمين، قسم الأولاني يقع في وسط الملعب، وقسم ثاني يقع ما بعد المباراة في حجرات ملابس خاصة بالحكام في حضور لو دو كابيتان والاسيستون اللي يكون انتريسي باللقطة هذيك. فهمتني كيفاش؟ اللي قاعد نرى فيه اللي فما برشا عباد قاعدة تفصل تو، برشا بلاتوات قاعدة تفصل تقول لك هيك عنده حق، معناها يا شبيبة عنده حق ولا ما عندهاش حق ولا كذا، وهذا بالرسمي لا يستقيم في الوقت الحالي، على خاطر ما عندناش الحيثيات الكل احنا دكوردو. بالنسبة للناس لازم تعرف اللي باش نتكلم معناها بلغة سهلة باش الناس كل تفهم، اللي الاحتراز الفني أول ما يصير على ميدان اللعب فيربالمون، لازم الكابيتان تاع الجمعية اللي تضرت اللي هي تشتكي لازم يمشي فيربالمون يكلم الاربيتر يقول له راني باش نعمل ان ريزيرف تكنيك أول توقف، يعلمه أول حاجة ويفهمه شنو سا كونسيست بالضبط الاحتراز نتاعه على شنو يخص في حضور حكام الرابع، معناها الاربيتر الكابيتان ديكيب آ ليكيب بي ولاسيستون كونسيرني. في الكا هذايا، في الكا نتاعنا احنا هذايا، اوبليغاتوارمون باش يكون لاسيستون الثاني، ما يكونش لاسيستون اللي صارت بحذاه لاكسيون، حتى ما ينجمش لاسيستون يكون جوجو بارتي. نقولوا معناها هو في الاجراءات لازم الكابيتان نتاع ليكيب الاخرى يكلم الدوزيام اسيستون في البرومي اسيستون في الحال اللي هو طارق جلاسي، معناها اللي باش يدون التقرير هو باش يكون طارق جلاسي. بعد نمشوا للمرحله الثانيه اللي تصير في الفيستيارات داكوردو. هنا تم توحس مقريت انا هكا بريفمون في الفيد ماتش، ما هو الرابور نتاع يوسف ماهوش كامل، معناها فهمتش نقصد سيتان الرابور ما يكونش ديتاي، يكون رؤوس اقلام كيما كان تاع الحال، حتى تو انا كي نجي نقرا تو نشوف اللي كاتبين اللي هما اعلموا الحكم الرابع، اور الحكم الرابع ما عنده حتى دور في 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 الموضوع ككل، فهمتني كيفاش؟ فلهنا لازمنا الناس كل نتربسوا نبردوا ونشوفوا شنو باش يكون في التقرير النهائي للحكم ولفريق شبيبة القروان بتبيع بحكم انه معني بالجيست بالاكسيون في حد ذاتها، باش نجموا نكونوا قطعيين. الكلام اللي قاعد اسمع فيه انت هاو ماتش باش يتعاود هاو شبيبة خسرت هاو كله غلط، راهو هما دو رابور كومبليمونتير اوبليغاتوار باش يتسبوا، واحد من شبيبة القروان واحد ما عند الحكم والمساعد نتاعو اللي هما باش يظهروا كل شيء. باهي كريم، سؤال هنا بيه. اللقطة اللي صارت هل تستوجب احتراز فني على الحكم؟ عمل خطأ فني الحكم، خاطرنا باش نعرفوا السادة المستمعين يسمعوا فينا، الخطأ الفني نجم يكون مثلا في ريبريز دو جو، اللقطة اللي صارت نتاع جوج اسيستون هز وحكم قال له كمل اللعبة والا ما وقفش اللعبة، تستوجب احتراز فني ولا لا؟ حتى صارت برشا مرات حكم يهز حتى اورجو مثلا، الحكم يقول له لا كمل ما فماش حتى اورجو، هبط اللقطه نتاعك، هبط الدرب نتاعك. فهمتك خويا سي سليم، باش نزيد نبسط للعباد، هو راهو الاربيتر يحكم في الماتش الكل، طول ديسيزيون هو القانون يقول لك ان ماتش ديسبوت سو لو كونترول دان اربيتر ديسبوزون دو توت لوتوريتي نيسيسير بور في على ابليكاسيون دي لوا. بالضبط، ما فماش استثناء هنا ولا فما استثناء الحكم في خصوص المساعد، ايش يقول القانون؟ يقول لك الاربيتر اسيستون سون شارجي دانديكي كون لو بالون اي انتيرمون سورتي دو بالون. جي تقول لي انت هاو ثم التناقض، هاو الاربيتر شنو يقرر وهاو المساعد شنو يقرر، هاو ثم التناقض في الصلاحيات. بالضبط. في الكا هذا شنو نعملوا احنا؟ ثم جيد اللي هو كومبليمونتير يحطوا الايفاب يوضح لك في كل لقطه في صوره ما تتمركز تمشي بيلانتي كيفاش يتمركز الحكم وكيفاش يتمركز المساعد، في صوره ما ثم كورنير، في صوره ما ثم خروج من الميدان، في صوره تسجيل هدف
ساهل والا هدف فيه دوت كيفاش يتصرف الاربيتر وكيفاش يتصرف الاربيتر اسيستون. هذايا الكود هذايا اللي احنا قاعدين سي تان كود كومبليمونتير لا يقل على القانون. راه شنو يقول لك شكون اللي حطه؟ الفيفا تابع الفيفا هذا الكود اللي في صوره خروج الكره من الميدان الاربيتر سنترال يت اوبليغاتوار اوبليغاتوارمون عليه يتبع لاسيستون تاعو. الكود هذا ماهوش في الواد جو معناتها حطته الفيفا؟ شنو بالضبط هذا الكود؟ لا هو تابع الواد جو. انت كي تدخل خويا للواد جو في الواد جو تلقى 17 لوا وبعد تلقى ان كومبليمونتير يعطيك كيفاش يتصرف الحكم وكيفاش يتصرف الحكم. تسمع فيا؟ اي نسمع فيك كريم. اي كيفاش يتصرف الحكم والمساعد نتاعو في كل الحالات، يعطيك كل حالة بالتفصيل معناها تنجم يتصرف قدامك النص تقراه لنا كريم؟ لا هو راه ماهوش نص، هو تسمع فيا نسمع فيك. هو شنو هو شنو قلت لك؟ هو هذايا ماهوش نص معناها كيفاش نقول لك معناها مكتوب، هو يعطيك الحالات فهمتني وكيفاش لي ديريكتيف سي سون دي ديريكتيف براتيك معناها كيفاش نقول لك معناها كيفاش نترجم لك هما كيفاش يتصرف الحكم والمساعد في وضعيات معينه وقت خروج الكره. لازم يكون سيرك الكونتاكت فيزويل، لازم لاسيستون يهز والاربيتر يفاليدي. الكال الوحيد اللي فيه الاربيتر يفاليدي لاسيستون هو في حاله خروج الكره من الميدان، وراو خاف في حاله خروج الكره من الميدان ينجم يكون على التوش وينجم يكون على خط المرمى. فانت سامحني يا اسلام باش نسهل الناس اللي تسمع فيا، في صوره ما وجود هدف فيه دوت هدف يعني ندرى كره دخلت ما دخلتش خرجت ما خرجت، شكون ياخذ القرار؟ هو المساعد. المساعد هو اللي يشير الحكم يقول له راهي كره مركز. اي وينجم الحكم يتبع وينجم ليه زاد ولا كريم؟ لا لا كان في حاله خروج الكره من الميدان في حاله خروج الكره من الميدان الاربيتر لازم ياخذ اكلام اللي يقوله له لاسيستون. هذاك الرول الوحيد الكال الوحيد اللي الاربيتر يتبع فيه لاسيستون هو خروج الكره من الميدان. حسب رايك انت يوسف حسب رايك قراءتك انت يوسف علاش ما تبعش لاسيستون تاعو البارح؟ انا حسب ما فهمت وحسب ما ريت في الاكسيون اللي لاسيستون هز وهبط معناها لاسيستون كومون ديراج معناها ما نيتي با فيرم معناها ديسيزيون تاعو ما كانتش كامله معناها فهمتني. فهو ممكن استبق حس الكره باش تخرج هز وبعد كي شافها هبط. ولكن بعد حسب ما قريت بعد طلعت حكايه الكفران والله ما نعرفش جوستمون هذا السؤال اللي بعده حكايه الكفران منين جات كيفاش قريتها انت كريم؟ عندي والله يا اسلام حبي منع روحه نجم نقولوا حكيت مع الاربيتر اللي حكيت مع الاسيستون ولا عندي ما باش نجم نضيف لك كيفاش كيفاش تقراها انت كريم؟ كيفاش تقراها حبي منع روحه من الاحتراز ولا حاجه هكا؟ والله نستبعدها من يوسف والحقيقه نستبعدها الحقيقه معناها فهمتني يوسف ولا عمر باش يعملوا هكا نستبعدها الحقيقه معناها فهمتني خاطر الحقيقه ما فماش قراءه ثانيه يا كريم اللاعب كان وحده معناها الديبيون تاع الاكسيون انا حبيت حتى في المافيولا الصباح حبيت نتفرج حبيت نشوف الديبيو ديال الاكسيون وين ينجم يكون صار ماهوش مهم ماهوش مهم الديبيو كريم 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 استفدت باللقطات اللي عندهم ماهوش مهم الديبيو تاع الاكسيون خاطر كان تشوف انت لاسيستون مركز على الكره دوبا الكره شافها هي على الخط هو هز معناها بعد الاكسيون متعلقه بهذيك ما فماش كفران ماهوش قبل وهبط هز وقتها هاني قلت لك انا راهو هذايا يا اسلام باش ما نشعلوش العباد ومن البوش الراي العام ونحطوا معناها ماش نشعلوا نشعلوا نطفيوا نحن نحكيوا في اللي فما معناها هكا يا كونتر هكا خاطر تحب ولا تكره اسلام راهو الريزلتا هذيا نتاع الماتش هذا مربوطه بجمعيات اخرين فهمتني كيفاش دونك الواحد باش يكون معناها يا اخو كيما نقولوا يا اخو قرار برزانه وبرويه ويعرف شنو يقول فهمتني. بالنسبه لنا احنا الحقيقه ما نجمش نحكم عليها تكنيكمون دونك ما عنديش طول معناها كل شيء اللي يخليني نحكم كونفنابل. واضح كريم ما عادش عندي وقت سامحني كريم ما عادش عندي وقت كريم في كلمه سامحني مازلت حكم ولا بطلت عملت في اللقاء ديسيزيون تاعك؟ لا خويا بطلت يزي فيه البركه ولا بروف هاني بحذاك تو. واضح شكرا لك كريم باش تكون بحذانا ان شاء الله في المناسبه قادمه واحد باش نحكم عندك في الموبايل. شكرا لك كريم الخميري الاخبار بعد شويه تجيكم بعد مواصلين في فلاب.